ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. محتاجين نقول بما اننا داخلين على الدراسة، محتاجين زي رسالة كده لكل مدرس ومدرسة. مبدئيا كده بلاش 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 نطلع طفل ونتنمر بيه او نتريق عليه قدام باقي الطلاب، ممنوع او بلاش. ليه؟ لان ده بيأثر عليه نفسيا، الكلمة بتفضل جواه ومضايقاه حتى لو هو مستواه ضعيف في مادة او حاجة معرفش يحلها، او حاجة مش مهندبة في لبسه، او في مشكلة في شكله، او بيلبس نظارة. بلاش نبدأ احنا التريقة قدام الطلبة، لان ده هيأثر فيه نفسيا وهيخليه بعد كده بيكره المدرسة وبيكره المدرس اللي عمل كده، وهيحط له زي ايه؟ عقد نفسية جواه. بلاش احنا بلاش حضرتك كمدرس او حضرتك كمدرسة، الموضوع يبدأ من عندك انتي. بلاش تبقي ذكرى سلبية او في ذاكرة الطفل يفضل فاكرها دايما ان في مدرس اتريق عليا، ان في مدرسة اتريقت عليا، ان المدرس ضحك الطلبة عليا. بلاش ايه؟ بلاش الموضوع ده. حاجة تانية، بما اننا برضو داخلين على الدراسة، لكل برضو مدرس ومدرسة، لو الطفل عنده مشكلة ياريت نقول لولي الامر. لو انا شايفة ان الطفل ده تحصيله ضعيف او تركيزه قليل او مش بيلحق ينقل من على السبورة، او مثلا بيبقى قاعد دايما سرحان او دايما مشتت، ياريت نبلغ ولي الامر. ياريت نروح حضرتك تقابلي الاب او الام كمدرسة او كمدرس وتقولوا له ان ابنك فيه مشكلة في 1 2 3 محتاجين نحلها. تمام؟ بما اننا برضو داخلين على المدارس، ياريت حاجة تالتة مهمة جدا، لو الطفل عنده مشكلة انت كمدرس او كمدرسة تقدر تحلها في المدرسة من خلال ان انت تساعده، من خلال ان انت تخليه دايما جنبك، او ان انت تديله توجيهات، ياريت ما نتأخرش في حاجة زي كده. تمام؟ دي بعض الحاجات عشان احنا داخلين على الدراسة، ياريت المدرس او المدرسة يحاولوا ياخدوا بالهم منها. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.